للمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر سكايب من الإسكندرية اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ إيمان، أهلا بحضرتك وأهلا بزملاء العمل في الاستوديو وأهلا بالمشاهد الكريم لقناتكم والبرنامج الآن. أهلا بحضرتك. إذا يعني هناك الكثير من العوامل الفنية والعسكرية اللي بالطبع هنتناقش فيها، لكن مجموعة هامة جدا من الرسائل سواء في الداخل أو في الخارج، ما أبرز الرسائل في حسم 2020؟ طيب الأحداث بنربطها ببعض عشان أنا عايز أربط اللي بيتم من خلال 3-4 أيام دول مع لقاء القائد الأعلى للقوات المسلحة مع القوات يوم 20/6 الشهر اللي فات، وقال جملة انتوا عرضتوها في التقرير دلوقتي، قال لهم كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة. ده أوامر واضحة. أي إنسان بيدخل طول عمره اختبارات، فأما بيدخل اختبار بيذاكر عشان ينجح في الاختبار. القوات المسلحة ما عندهاش فرصة تذاكر ليلة الامتحان. إن ما كانتش مذاكرة طول عمرها ومجهزة نفسها، يبقى يقينا المسألة في منتهى الخطورة، وبالذات إن هي مسؤولة عن دين وعرض وأرض شعب. عشان كده اللي بيتم هذه المرحلة، أو أنتوا الإعلام بيعرضوا في الفترة دي والناس بتشوفوا في كل القنوات وسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، بتشوفوا جزء مما يحدث في القوات المسلحة على مدار 365 يوم. اللي بيتم النهاردة ده موضوع مش جديد ولا مفاجئ، بمعنى إن في خطة تدريب في القوات المسلحة بتعد مسبقا من الماضي، من قبل ما يبتدي العام التدريبي الخطة موجودة كل مستويات وأنساق وأنواع التدريب اللي هيتم خلال العام القادم. من ضمنها المناورات، مناورة عشان الناس تفهمها، التدريب في القوات المسلحة متعدد المستويات. بيبتدي التدريب الفرد اللي باخده مدني جاي من الجامعة أو جاي من المدرسة أو جاي من الغيط أو جاي من المصنع عشان أعلمه التدريب الأساسي وياخد تخصص معين، ثم يتدرج التدريب لحد مثلا نقول مستوى الكتيبة واللواء والفرقة، عشان أصل إن التدريب في معركة الأسلحة المشتركة الحديثة كل بتنفذ المهمة متشابكين خلال لمهمة واحدة. المهام دي بتقتضي إن كل الناس تشترك في هذا العمل، بيدخل فيها الأفرع الرئيسية القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية، بنصل إلى مستوى مناورة لأن اشتركت فيها كل عناصر تشكيل المعركة من القوات المسلحة وكل التخصصات. طيب يهمني برضو أضيف للمشاهد عند حضرتك جزئية تانية. مصر كلها متقسمة عسكريا إلى عدة مناطق وجيوش، الجيش التاني بنسمع عنه والجيش التالت والمنطقة الغربية والشمالية. كل منطقة من دول يا أستاذة إيمان فيها وحدتها اللي عايشة فيها ليل نهار، زي ما أنت عايشة في بيتك والاستوديو بتاعك. احنا عايشين في مناطقنا ليل نهار. انا اشتغلت في المنطقه الغربيه دي اول مره سنه 82، وبعدين اشتغلت فيها سنه 86 87 88. اذا المنطقه فيها وحدتها اللي عايشه فيها ليل نهار زيها زي المنطقه الجنوبيه والشماليه. لكن في فقره او جمله وردت في التقرير عايز اشير ليها عشان اوضح معناها للمشاهد. المشاهد مش عسكري ومش معدة عسكريه زي ما انت عندك جزء من الاعلام العسكري. اللي اتقال فيها الفتح الاستراتيجي في نهايه الفقره. فتح الاستراتيجي يعني ايه؟ عشان انا كل قوات في كل منطقه موجوده بالحجم اللي يناسب اتجاه هذا الاتجاه والتهديد الطبيعي اللي عليه في حجم قوات تناسبه. مؤكد القوات في الجيش الثالث والجيش الثاني مش قد اللي في المنطقه الشماليه ولا المنطقه الجنوبيه ولا الغربيه. لكن اما بيحصل تهديد زايد في اي اتجاه من الاتجاهات الاستراتيجيه يا ايمان، انا باخد قوات من الاتجاهات الاكثر هدوءا والاكثر استقرارا وانقلها الى الاتجاه الاكثر تهديدا. وبالذات بيبقى في مناورات، المناوره بتستدعي ان كل من هو مكلف بالمهام في الاتجاه الاستراتيجي الغربي بستدعيه من اماكنه الحاليه عشان ينفذ هذه المهام. الفتح الاستراتيجي ده مساله كلمتين هم بس، الفتح الاستراتيجي، انما عند القوات المسلحه قضيه كبيره جدا بيشارك فيها كل التخصصات، الناقلات، اداره النقل، اداره المهمات، اداره الوقود، كل اداره الشرطه العسكريه. ده الاكثر من كده يا ايمان اللي انا اكتشفته من عمري ده كله، ان شعب مصر كله بيشارك في فتح الاستراتيجي. عارفه ازاي؟ اول ما المصريين اللي راكبين عربياته في الشارع ماشيين يلاقوا رتل دبابات عربيات ماشيه جنبهم، عربيات قوات مسلحه،
لا إرادي. الإنسان المصري يقوم راكن بعربيته وفاتح السكة عشان القوات المسلحة تعدي. ابن مصر فيه شوية امتيازات أما بنكتشفها ونوضحها له بيعرف إن هو متعسكر من داخله ومواطن جاهد للقتال من داخله. طيب اللي تم في هذه المناورة رسائل زي ما قال القائد الأعلى قلت لك من فترة، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة، أي مهمة تطلب منكم. وقال في التقرير اللي عرضتوه من شوية إن الجيش المصري قوات، أو نقلا عن القائد الأعلى، تحمي ولا تهدد. عبد الناصر من زمان قال الكلمتين، قال نصون ولا نبدد. صحيح. نصون كرامة الإنسان المصري وأرضه وعرضه وعقيدته، دي مسؤولية القوات المسلحة اللي بيتمثل دراعك اليمين والشمال يا إيمان. زي ما بتدي دراعك أوامر دلوقتي، اظبط الميكروفون، اكتب بالقلم، دراعك لا يملك غير إنه ينفذ أوامرك. هي دي القوات المسلحة اللي بتنفذ هذه الأوامر. نعم. طيب أنقل شوية نقلة عسكرية عشان أشوف ما تم على أرض الواقع في التدريب، واللي حضر القائد العام صورته النهائية مع السيد رئيس الأركان وشافوا إيه اللي بيتم على أرض الواقع. دايما بقول في شوية علامات، أو إذا كانت المناورة كلها هي نشاط بارز ضمن أنشطة القوات المسلحة، فجوه المناورة في أنشطة لها بروز إضافي. زي إيه؟ أنتوا أشرت في التقرير برضو، زي طائرات اللي بيحصل لها إمداد بالوقود الجوي. ايه القصه دي؟ زي ما قلت لك معركه الاسلحه المشتركه الحديثه، كل واحد بيشترك فرد وكل سلاح على قد امكانيات السلاح اللي معاه. كلنا متدربين ان احنا نغطي المهمه وننفذ المهمه، كلنا متكاتفين. بمعنى الجندي اللي معاه بندقيه تضرب 400 500 متر بيستخدمها، الرشاش الكيلو كيلو ونص 2 كيلو يستخدمه، الدبابه اللي تصل 2 3 كيلو يستخدمها، المدفع اللي يصل 20 كيلو بينفذ المهمه. طب بعد كده عندي انواع من الصواريخ، طب بعد كده عندي الطيارات. طيب اذا الهدف بعيد عن مدى الطيارات، بطلع الطياره تنفذ مهمتها، وعشان معهاش وقود ترجع او مطلعها بطلع لها طياره تانية كل حملتها وقود بس عشان تعمل لها اعاده تزود بالوقود في الجو عشان ارجعها الى قاعدتها سالمه غانمه. ده درس مهم قوي كان مطلوب نبرزه في هذا الامر. ان عندي هذه القدره للطيارات المتعدده المهام، برضو قلت اللفظ ده في المناوره. يعني ايه ناجي متعدده المهام؟ انا عندي طائرات مقاتله تخصصها القتال تقاتل طيران، عندي طائرات قاذفه تخصصها تقذف اهداف، عندي طائرات متعدده المهام عندها القدره في تصميمها وتكوينها وبنيتها الاساسيه ان تنفذ مهام قتال ومهام قذف، محركها يتحمل انها تشيل وقود ومواد متفجره تنفذ هذه المهام. ده درس كان مطلوب يبرز. ثم الابرار، ايه الابرار وايه المظلات؟ المظلات زي ما من كلمه جندي بيقذف او بيقفز من الطياره ويفتح المظله وينزل جندي جنب جندي، يعد تجمعهم على الارض عشان ينفذوا مهمه مطلوبه على مسافه بعيده مش هقدر اوصل لها دلوقتي بالبر، عايز اوصل لها بالابرار. طب في حاجه بالمظلات، طب في حاجه تانية، في ابرار، عندي في بؤره اكتشفتها فيها مركز قياده للارهابيين وعايز انط فوق دماغهم وهم ساكتين خالص، يلاقوا القوه فوق دماغهم نازله حواليهم ب 200 300 متر محزماهم بتخلص الموضوع. ده الابرار، هليكوبتر بيشيل قوات الخاصه ينزلها او اي قوات يكلف بحملها ينزلها في مكانها عشان تنفذ المهمه بمنتهى الهدوء والسرعه حتى لو هو بعيد عن القوات البريه. انتوا ابرزتوا في التقرير هذه النقاط عشان كده كنت لازم اقول. نعم. وانا طبعا بشكر حضرتك لانك يعني فصلت وخليت المشاهد يتعرف على كل تفصيله سواء في التقرير او حتى في المناوره نفسها. يعني يمكن اللي حضرتك اشرت اليه كان مهم في بدايه الحديث فعلا، انه الناس تعرف وتفهم ايه هي المناوره عباره عن ايه، وايه الاسلحه، وايه المجموعات القتاليه المشاركه فيها، واهميه التنسيق بين كل هذه المجموعات. مشكلتي يا إيمان وقضيتي الرئيسية في هذه المرحلة من عمري وعمرك إن أنا أعسكرك يا إيمان. أنت فيكي الجندي في داخلك بايت. أنا بصحي هذا الجندي اللي في داخلك وفي داخل الإنسان المصري وبقول له يا ابن مصر اجهز. أنا بوريك على فكرة يا إيمان، القوات المسلحة لا تعلن عن تدريب إلا اللي عايزة تعلن عنه. بس أنا نشاط التدريب عندي على مدار 365 يوم شغال. ما بيتوقفش.
نعم. انما باعلن عن ايه وامتى، ده مساله لها مردود واهداف ورسائل ويمكن بتوصل لكل الدنيا. ده اللي احنا بدانا بيه يا سياده اللواء لما بدات مع حضرتك، اقول لك انه مجموعه من الرسائل ليس فقط للداخل المصري ولكن حتى للخارج، وكان مهم جدا ان احنا نركز عليه. وحضرتك اشرت دلوقتي الى انه احنا بنعلن في التوقيت اللي احنا عايزين نعلن فيه لتحقيق اهداف استراتيجيه معينه. جميل جدا. انا بقول للانسان المصري اما السيد القائد الاعلى ادى اوامر، انا مش لسه محتاج شهر واتنين عشان انفذ الاوامر، لا ده انا عندي خطه مسبقه. نعم. وعندي قواتي جاهزه، ويا اولاد مصر اطمنوا بفضل الله قواتكم المسلحه جاهزه، وهم المصريين عارفين ان انا قوات مسلحه وانا شعب لا عيني ما راحتش لاي ارض ولا اطمع في اي شيء عند اي مخلوق، لا ارض ولا ثروات ولا حاجه في الدنيا ابدا. انا ديني امرني، كل اديانى الثلاثه اليهوديه والمسيحيه والاسلام امروني ان انا لا اعتدي، لا اتعدى، ما اغتصبش حد، ما مديش ايدي على حاجه مش بتاعتي. مش السيد القائد الاعلى قال ما الامر قدامنا من سنين، طب ما رحناش ناحيه ليبيا ليه؟ لا انا في ارضي راضي وقانع بكل ما منحه رب العزه ليا من ثروات وامكانيات انا عايش بيها وقادر بيها. رساله لاهل مصر، يا مصريين شوفوا ده شيء من التدريب. وعلى فكره اللي انت عرضتيه ده يا منى ده المسموح بعرضه، يا ايمان اسف ده المسموح بعرضه، في حاجات مش مسموح بعرضها عشان كده ما طلعناهاش في التقرير وما طلعتش في التقرير. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا ضابط قوات مسلحه 45 سنه. صحيح. عارف ايه اللي بيتم على ارض الواقع وايه اللي بنسمح بخروجه للاعلام. بيكون في طيب اهداف معينه يا فندم سياده اللواء، بيكون في هدف معين من ابراز شيء معين واخفاء شيء اخر؟ ايوه يا ماما. سريه العمل، في جزء في العمل العسكري له سريه وحرمه يحرم على اي مخلوق غير اللي بيمارسوه. حتى العسكري اللي بينفذ هذه المهمه عنده تعليمات واوامر وقناعه ان اللي بشوفه هنا في وحدتي واللي بنفذه في وحدتي ما اتكلمش فيه مع اي حد بره الوحده. ولا الوحده اللي جيراني، مش ورا مع امي وابويا ولا اصحابي، لا عنده قناعه دي لانه هو مصري وشايل المسؤوليه، يعني من جواه مصري. اول ما اتولد نزل وهو بيتربى في رحم امه اتزرع فيه الثلاث حروف اللي اسمهم مصر، واتزرع فيه قيمة الأديان وديننا بيأمرنا بإيه. فأنا كل اللي بعمله دلوقتي إن أنا بصحي وبأوقظ هذه الأمور في داخل الإنسان المصري. الرسالة للداخل واضحة جدا، يا أولاد مصر اطمنوا إن شاء الله إذا لا قدر الله حد فكر يقرب المسألة هتبقى في منتهى الخطورة. بجاوب على أسئلة الشارع، وبالذات يا إيمان إن مصر دلوقتي فيها مجموعة من البشر قاعدة تحارب على روحها في وسائل التواصل الاجتماعي، قاعدين يحاربوا ليل نهار ويحركوا قوات ويطلعوا طيارات وبعدين يحركوا أرتل ويبعتوا لك فيديوهات ويكتبوا لك تقارير ويعملوا رسائل. هم مش مدركين ان الكلام ده كله ما بعت لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشان العب في دماغكم يا اولاد مصر، عشان احطكم تحت الضغط اللي انا عايز احطكم فيه طول الليل والنهار. انا دوري ودورك ان احنا ودور المسؤولين في الدوله ان نكون واضحين وصادقين ومنتهى الشفافيه يا ايمان عشان ذكاء ما يبعدش عني. نعم. نعم سياده اللواء. سياده اللواء هل ما زلت معي؟ فقدنا نعم سياده اللواء، هل انت ما زلت معي؟ ايوه فندم مع حضرتك. نعم اعتذر فقط يعني حصلت مشكله فقط في الصوت ثواني قليله. اتفضل. لا مشكله، طول ما انت موجوده بخير واهل مصر بخير ما عندناش اي مشاكل بفضل الله. شكرا جزيلا لحضرتك، اتفضل يا فندم. انا عايز بس اكمل كلامي مع حضرتك اني انا ببعت رسائل للخارج بقول يا جماعه انا مش بستعرض قوه، لا دي خطه التدريب العاديه اللي عندي اللي ماشيه صدفه الظروف والموقف، التوتر في اتجاه ليبيا اللي انا بصلي ليل نهار وبدعيلها ومتاكد من قدره شعب ليبيا واهل ليبيا. نعم. على انتاج وافراز عمر المختار اخر، وشعب ليبيا الشعب المحترم اللي لن يقبل ولن يرضى ان يكون عبدا لمخلوق او مستعمره مره اخرى، مش لايطاليا ولا لتركيا، لا لاي مخلوق في الدنيا. عفا الزمن ده عفا عليه، حتى لو تركيا فكرت تعيد تجربه الامبراطوريه العثمانيه اللي اتلسعت فيها سنه 15 و16 و17 وقعدوا جنب الحيطه
وطلع مصطفى كمال اتاتورك قال والله العظيم بطلنا الامبراطوريه الامبراطوريه العثمانيه ومالناش علاقه بالخلافه الاسلاميه، خلاص احنا حرمنا. الاتراك بيعودوا التجربه، هيتلسعوا مره ثانيه. بس انا عندي تصور ان شعب تركيا مش هيسيب الراجل اللي بيجرهم للهويه ده يكمل مشواره ويكمل مسيرته اللي هتودي البلد في داهيه. يشيلوا شيلتهم، اما شعب ليبيا فانا براهن عليه. وعارف ان القبائل لن يقبلوا بهذا الامر ابدا. دايما بقول اتفضلي هكمل جمله واحده واسيبك تسالي. اتفضل. رساله للخارج يا جماعه، انا ماليش علاقه بحد، وانتوا جربتوا اما ارض راحت 6 سنين كان اجرائي وقراري شكله ايه وعملي عمايلي شكلها ايه. يا عالم كله، اللي عايز يجرب يقرب. اقول تاني، اللي عايز يجرب يقرب. نعم. طيب انا ماليش. اسمح لي لانه لضيق الوقت فقط في نقطه مهمه جدا كانت موجوده في التقرير ايضا وكانت موجوده في البيان وانا محتاجه اخد من حضرتك تعقيب عليها، واذا تفضلت ايضا يكون بايجاز. كان موجود او 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 قرانا منذ قليل انه شملت المرحله الرئيسيه قيام طائرات متعدده المهام بتامين اعمال قتال القوات وتقديم المعاونه الجويه بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش الغير نظامية. احنا هنا بنتكلم عن جزئية مهمة جدا سيادة اللواء، احنا ما بنتكلمش عن جيش نظامي ولا بنتكلم عن مؤسسة ولا بنتكلم عن تراتبية ولا بنتكلم اصلا عن شيء يقارن بالجيش المصري او حتى اي جيش في العالم. مستوى التدريب، مستوى التكتيك ومستوى التعامل مع هؤلاء بيختلف عن الجيوش النظامية أو بيختلف عن الجيوش التقليدية؟ تمام، أنت خلطتي كذا موضوع هجملهم لك في الآتي. اتكلمتي على الطائرات المتعددة المهام إنها اتدربت تضرب بؤر ومراكز شاملة إرهابيين بشكل أو آخر. نعم. طب ليه متعددة المهام زي ما شرحت قبل كده؟ طيب عشان الجملة دي بالذات هرجعك إلى 2016، فبراير 2016 في إيه يا نجم التاريخ ده؟ اما نسخنا مع الجانب الليبي انا عندي الصيع اللصوص ذبحوا لي 20 مصري على الشواطئ الليبيه، انا محتاج اربي شويه. ليبيا يا ريت تفضل ربي. ادي المستهدف. طيب هذا النوع من القتال سواء البري او الجوي او بقيه التخصصات يحتاج تدريب خاص واداه خاص. خدي بالك ان الارهاب هو همزه وسط ما بين مهام الشرطه ومهام القوات المسلحه. نعم. عشان كده ما استقطعنا من القوات المسلحه مهام قوات انفاذ القانون عشان اساعد الشرطه بتكتيكي وتسليحي وتدريبي في المهام اللي هي ما اتدربتش عليها، وكانوا متخيلين من اداروا ونظموا وخططوا ودبروا معلومات للارهابيين واداروا هذه الامور اللي بيديروها متخيلين ان احنا هنلص ونتوه. لا، ابن مصر ما بيتوهش، ابن مصر عارف هذه المهام وان كانت خارج مهام الجيوش النظاميه وخارج مهام الشرطة المدنية هي عايزة توليفة من هذا وذاك. هنا بيبان أخطر وأكبر حاجة عندك يا إيمان، أخطر حاجة على الأرض المصرية وأكبر وأقوى حاجة. لو شاطرة جاوبيني، إيه هي أخطر وأقوى حاجة؟ الجندي، الإنسان. صح، الإنسان. برافو عليكي، بنت مصر صحيح ومجندة من الطراز الأول يا إيمان، أنت حاجة جميلة. الله أكبر، الجندي والإنسان اللي أنا براهن عليه والدنيا بتراهن عشان تكسره، وانا عارف قيمته ومعدنه، عشت معاه 45 سنه في القوات المسلحه. نعم. الله عليك يا ابن مصر. نعم. بنراهن على الانسان، هو اللي هيشيل الشيله وهو اللي هيبني كل حاجه في مصر مره ثانيه، وهو اللي هيحافظ على الارض والعرض، لان كل مصري ماضي على وصل امانه. نعم. رب العزه بيقول له هذه الارض اللي انت ذكرتها في كتبك السماويه ساعيدك. نعم، على أي حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر وباخد يمكن من كلام حضرتك يا سيادة اللواء تحية طبعا لكل جندي مصري ولكل مواطن مصري. شكرا جزيلا لك اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية على كل ما تفضلت به من حديث.